كولاجين خام للبشرة، بيفتح وبيشد التجاعيد وبيخلي البشرة زجاجية. وصفة سهلة وبسيطة قوي، بتنفع لجميع البشرات. هتصفي بشرتك بقى من السواد ومن التجاعيد ومن الهالات السوداء، كمان من الحاجات الفعالة قوي في تغذية البشرة وإزالة البهتان أو الإصفرار اللي بيكون في البشرة، بيخلي البشرة منورة وزي الوردة المفتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بإخواتي وحبايبي، عاملين إيه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. معاكم مايا من قناة وصفات سحرية مع مايا. النهاردة إخواتي وحبايب قلبي جايبة لكم وصفة حلوة قوي قوي، وصفة بسيطة جدا، وصفة هتخلي بشرتك زي الزجاج بالظبط. أحلى حاجة في الوصفة دي إنها مناسبة لجميع البشرات، حتى البشرات الحساسة تقدر تستفاد منها من غير أي آثار جانبية. بتصفي البشرة بقى من التجاعيد ومن السواد ومن البقع ومن الهالات السوداء، بتخلي بشرتك مشرقه واصغر بكتير. قبل ما ابدا وصفتي، لو اول مره تشوفي قناتي ما تنسيش تضغطي على زر الاشتراك الاحمر وتفعلي الجرس عشان يوصل لكل جديد، لايك للفيديو فضلا وليس امرا. بصوا بقى حبايب قلبي الغاليين، احنا هنعمل مع بعض النهارده خطوه، والخطوه دي طبعا هي الاساسيه والمهمه قوي، واقول لكم على معلومه حلوه واحنا بنعمل الوصفه او بعد الوصفه ديت، ما تتجاهلهاش لانها هتفرق مع بشرتك قوي وهتفرق معاك كتير. فاتمنى منكم ان انتوا تتابعوا معايا الفيديو للاخر عشان والله هتستفادوا وهتخرجوا منه ان شاء الله، وهتدعوا لي بعدها دعوه خير. بصوا بقى حبايب قلبي، انا معايا هنا طبق عشان نقدر ان احنا نعمل بيه الوصفه. هنبدا بقى ناخد اول مكون معايا، واول مكون معايا وهو طبعا الاساسي وهو الزبادي او الياغورت. طبعا الزبادي من الحاجات المغذيه جدا جدا للبشره، من الحاجات اللي بترطب البشره قوي وبتغذيها، وكمان من الحاجات المبيضه للبشره. هنبدا ناخد معلقه كبيره من الزبادي او الياغورت، تمام بالشكل ده. وهنبدا بقى، هي طبعا الزبادي بيبقى في الاول متجمد كده شويه، بس احنا هنحاول نفكه الاول قبل ما نستخدمه. هنفكه كده شويه ونقلبه بالشكل ده كده. بعد كده حبايب قلبي، بعد ما قلبناه هنبدا بقى نجيب معايا هنا قطعه من الخيار، قطعة بسيطة كده حوالي نص خيارية كده. وطبعا دي بقى علشان يعني من الحر ومن المجهود اللي لما بنخرج وبنشتغل وبنروح وبنيجي حتى في البيت، البشرة بتاعتنا بتفقد المية بتاعتها وبتفقد النضارة بتاعتها، وكمان بتبقى بهتانة كده. احنا عايزين برضو ندي نضارة حلوة للبشرة، والخيار طبعا غني عن التعريف في تعويض البشرة عن كل نقص الفيتامينات اللي بتكون موجودة من عوامل الجو الضارة. فهناخد قطعة بس من الخيار بالشكل ده كده، يعني حوالي نص خيارية. وطبعا احنا مش هنصفي الخيارة بتاعتي او قطعة الخيارة بتاعتي خالص، انا عايزاها زي ما هي كده بالمية بتاعتها وبالتفل بتاعها عشان تدينا كمان تقشير حلو للبشرة. فهنبدأ نحط الخيار على الزبادي بالشكل ده وهنقلبهم كده. الوصفة دي حرفيا هتبهرك، وطبعا لو كميتها عندك كتيرة وهتحتاجي تستخدميها مرة كمان او مرتين، هقولك حبيبة قلبي ازاي تقدري تحتفظي بيها لمدة اطول عشان تستخدميها كذا مرة. بعد ما قلبناهم مع بعض بالشكل ده، الزبادي وكمان معاهم الخيار، هنبدأ بقى حبيبة قلبي ناخد عليهم معلقة صغيرة فقط من القهوة. وطبعا احنا عايزين بقى هنا قهوة تكون نوعيتها كده كويسة، وتكون قهوة طبعا يعني انا زدت وعدت في نفس الكلام كذا مرة ان هي تكون بس معلش قهوة سادة، عشان المحوجة ممكن تعمل لك تحسس ولا حاجة، مش ضامنين برضو المكونات اللي فيها ممكن تعمل لك تحسس في بشرتك. وهنبدأ نقلب كويس جدا جدا الخيار مع القهوة وكمان الزبادي كويس قوي معايا بالشكل ده. بعد ما قلبناهم بالشكل ده حبايب قلبي، بصوا حبايب قلبي انا معايا هنا الليمون، وانا هحتاج الليمون علشان زيادة بس التفتيح وتغذية البشرة. انتوا عارفين ان الليمون فيه فيتامين سي مغذي قوي للبشرة، وكمان بيحارب الشيخوخة، وكمان من الحاجات اللي بتشيل تصبغ البشرة. بس في بنات كانت مكلماني
في ان الليمون عمل لها تحسس. يعني من الحاجات، مش الليمون بس اللي ممكن يسبب تحسس لو بشره حساسه، لا، هو هي بشرتها نفسها ما بتستحملش الليمون، جربته وما استحملتوش. فلو انت بشره جربتي الليمون وما استحملتيش الليمون، يبقى خلاص استغني عنه. انا مش هاخد منه غير معلقه واحده بس صغيره، وهنبدأ نقلبها كويس جدا على الكريم بتاعي ده لحد ما يتقلبوا كده معايا. بعد ما قلبناهم حبايب قلبي بالشكل ده، هتبدأي بقى تجيبي العسل الأبيض، وده بقى لما هتحطيه معاهم هيديكي كمية تغذية رهيبة، لأن العسل الأبيض أو العسل الطبيعي غني بكمية مضادات أكسدة وكولاجين رهيب في تغذية البشرة. طبعا لو انت مش متوفر عندك عسل طبيعي او مش هتقدري ان انت تحطيه، يبقى هتستبديه. لو عندك جل صبار او جل الوفيرا حطي، عندك زيت لوز مر حطي. يعني لو انت ما عندكيش عسل طبيعي، عشان برضو لو ما عندكيش ما تقدري انك برضو تستخدمي الوصفة. بعد ما قلبناهم بالشكل ده كويس قوي، في بقى اخر مكون معايا. وطبعا الكريم زي ما انتم شايفين كميته كبيرة، فهتقدري تستخدميه اكتر من مرة. هناخد كده بطرف المعلقة المكون ده، وده رهيب قوي قوي في ازالة كمان الشعر الوبري من وجهك. لو انت عندك شعر بيضايقك او شعر وبري رخم كده، هيبدأ يشيلهولك مع التفتيح. هتبدأي تجيبي نص معلقة من الكركم، وطبعا يكون كركم تجميل بتجيبيه من عند العطار، احنا مش هناخد منه كتير، هناخد نص معلقة بس. وهنبدأ نقلبها كويس جدا على الكريم بتاعي كده. حبايب قلبي خلصنا الكريم. في بقى خطوه مهمه قوي، ودي اللي انا قلتلك عليها اول الفيديو، ان انت بلاش تتجاهليها عشان هتفرق مع بشرتك، وكمان هتفرق لما تستخدمي الوصفه تجيب معاكي نتيجه سريعه من الاول كده. فالخطوه دي يفضل ان انت تستخدميها، وهو ان احنا هنجيب طبق بالشكل ده، وهنبدا ان احنا نحط عليه على الطبق بتاعي معلقه من الرز المطحون، او معلقه من يعني دقيق الرز. يعني ممكن تجيبي رز مطحون او دقيق الرز من السوبر ماركت، وهتبداي تحطي عليه معلقه واحده بس من السكر. طبعا السكر اللي عندي ناعم، فلو انت عندك سكر خشن اللي هو سكر التموين يعني بيكون افضل، او سكر بني بيكون افضل من السكر الناعم في الوصفه. فهنقلب الرز المطحون على السكر بالشكل ده. بعد ما قلبناهم حبايب قلبي، هنبدأ بقى نحط عليهم برضو معلقة من الزبادي، معلقة واحدة بس صغيرة كده من الزبادي، وهنبدأ نعجنهم وندخلهم كده جوه الزبادي عشان تبقى المكونات تقيلة شوية. أنا عايزة المكونات معايا تبقى تقيلة شوية، الزبادي مع السكر وكمان دقيق الرز أو الرز المطحون. شوية رز كده عندك في البيت اطحنيهم واستخدميهم عادي قوي، وهنقلبهم. طيب الخطوه دي هتفرق معايا في ايه يا مويه؟ طبعا بشره مش نظيفه ومش متقشره ومش متشال منها كده كل الاوساخ اللي جوه واللي بره، مستحيل الوصفه دي تجيب معاكي نتيجه سريعه. طبيعي يعني انت حاجه مش مهتميه بيها ان انت تقشريها كويس، مش هتحطي عليها حاجه هتبوظ، مش هتجيب معاكي نتيجه. فالكريم ده الاول كده هنحطه عشان يقشر لنا كل الجلد الميت، وينظف البشره كده من جوه، ويبدا يعالج كمان المسام الرؤوس السوداء. وهنبدا ان احنا ندخل كده الكريم كده مع الفرق المستمر في الاول على البشره وعلى كمان الرؤوس السوداء والبيضاء. ده هيعمل لك تقشير حلو قوي، هيعمل لك تغذيه حلوه قوي في بشرتك. بعد ما هنغسل بشرتنا كويس قوي طبعا من المقشر ده على طول، هنبدأ بقى ناخد الكريم ده وهنبدأ ان احنا ندهنه كويس جدا جدا على الوجه وعلى الرقبة، وبيتحط حوالين العينين بأمان تام ملوش اي اثار جانبية. وهتبدأي تسيبيه بقى لمدة 30 دقيقة كاملة، ويفضل يكون ليلا. انا بفضل لو هتسألوني، انا دايما بقال سنين على الموضوع ده بقوله لكم يا جماعة حبايب قلبي، انا عايزاكم دايما لما تحبوا تعملوا اي ماسك اعملوه ليلا. الماسكات بتتعمل بالليل علشان البشرة بتبقى واخدة كل التعب والمجهود وكل حاجة وحشة كده من الجو بتاخدها. فلما انت بتيجي تدهني وتعملي الماسك ده وتيجي بعد كده تروحي غاسلة وشك وتنامي، بشرتك بقى بتبقى
بتتنفس كده بالليل وبتبقى خلاص بقى انت كده يعني خليتيها نظيفة وكمان ما فيهاش اي مشاكل. هنستخدم الوصفتين دول ورا بعض وهتستخدميهم بقى ككرسي كامل بشكل يومي اسبوع بس، اسبوع بس، وبتحداكي 7 ايام يوميا، وتفرجي بقى على وشك لو كل يوم عملتي الوصفة دي، وقوليها كده في السر، ما تقوليش لعدوك عليها. فظيعة يا بنات، بالله عليكم بالله عليكم، استحلفتكم بالله، ما تنسوش اعملوا لايك قبل ما تخرجوا، وشير كتير علشان الكل يستفاد، ربنا يجعله في ميزان حسناتكم يا رب. اشوفكم على خير والسلام عليكم.